السلام عليكم كديري، لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم باش ندير معكم واحد جوج وصفات ساهلين لضيوف العفله كيما انا. يعني جوني ضياف على عفله وزربانين وما يمكن ليش نخليهم يخرجوا بلي ما يشربوا عندي قهوه، لهذا غادي ندير لهم مشيت خلطت دغيا واحد الكيكه انا درتها في الثلاجه حيت غادي تشد ديال الوقت معاكم مع التصوير، وقلت باش نوريكم الطريقه ديالي ديال البغرير. يعني ساهل ماهل وكيجي مثقب وخفيف وزوين. نوريكم طريقتي كالعاده، يعني راه كنا كاع النساء المغربيات ما شاء الله تعرفوا يصوبوا بغرير. وغادي ندير معكم واحد الحريشه اللي معمره بلا كونفيتور. هنا كما كتشوفوا درت ثلاثه ديال الكيسان ديال السميده، انا عبرت بهذا الكاس كيس ديال الشاي. غادي نزيد واحد جوج معالق ديال الدقيق ديال الفرص، نزيد جوج معالق ديال الدقيق ديال الفرص اللي كندير في ثلاثه الكيسان ديال السميده، كندير شويه ديال الملحه درسه، وغادي ندير جوج صاشيات، غادي نزيد جوج صاشي ديال الخميره ديال الحلوه اللي فيها 8 غرام كما كتشوفوا. يعني هذا ما كيتعطلش، ما كي عندي غادي نخليه 5 دقائق اللي غادي نخليه ما كيجلسش باش يخمر، وغادي نطيبو وتيجي زوين. وغادي ندير ثلاثه الكيسان ديال الماء اذا كانوا ديال الشاي، اما اذا كانوا هاتو غادي ندير غير جوج، واحد بطبيعه الحال يكون دافي، ما يكون دافي. غادي نضربهم بمولينكس يعني باش يتخلطوا ان شاء الله، وباش ما نديرش عليكم الصوت ديال مولينكس ان شاء الله غادي نضربهم ان شاء الله ونرجع معكم. سمحوا لي انا نسيت الخميره ديال المعجونه ما قلتهاش لكم. غادي ندير واحد المعلقه صغيره، غادي ندير معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، سمحوا لي نسيت. وكندير واحد نزيدكم واحد المعلقه ديال سنيده ان شاء الله، وغادي نضربهم كاملين وغادي نرجع معكم. هاني خوتي كملت ضربت سميتو بغرير ديالي، ها هو كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غادي نخليه باش يرتاح تقريبا واحد 5 دقائق بين ما خلط الحرشه ديالي، وغادي نرجع معكم باش نطيبو قدامكم وتشوفوا كيفاش كيجي مثقب وخفيف. يعني 5 دقائق اللي كنخليه على اقل ولا اكثر، وانتم معايا وغادي تشوفوا كلشي على عينيكم. حتى البغرير ديالي خمر جيت باش نصوب معكم الحرشه، واحد الحرشه اللي كتجي هائله رائعه لذيذه، يعني كتعجب الكبار والصغار. غادي ندير لها الحشوه ديالها بالكونفيتور، نتوما غادي تختاروا الكونفيتور تاع الفخاس، نتوما بغيتو ديروها بالفرماج، بغيتي ديروها بالجبن، بغيتي ديروها بالشوكولات يعني ديال الدهن، بغيتو تخليوها هكاك يعني الامر كيرجع لكم. هنا غادي ندوز معكم القادير. كما شفتوا درت واحد الكاس ديال الزبده مخلط بين الزبده والزيت، يعني ثلاثه الارباع ديالو ما عامرش كما كتشوفوا. عندي هنا كاس ما عامرش تاع الفورس، وبهذا الكاس تاع الفرص اللي كنعبر به ثلاثه المحرق تنعبر به اربعه الكيسان ديال السميده الرقيقه تاع الحلوه، اربعه الكيسان ديال السميده زائد كاس ما عامرش تاع الفرص. عندي هنايا الملحه غادي نديرها، عندي الخميره ديال العجينه، هنا عندي معلقه تاع سكر سنيده، وعندي هنا الخميره ديال الحلوه. غادي ندير كلشي كما كتشوفوا، ونسيت عندي يعني نسيت نصف لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب حسب السميده، ربما يقدر يقدني ويقدر نزيد ويقدر يشيط ليا. يعني نصف لتر ديال الحليب باش نخلط. الحليب يكون دافئ وغادي هذا الكاس كما كتشوفوا. كنخلط هاد المقادير كامله نسجم بعضها، كنزيد الزيت، كنبسبس هاد الزبده سنين هاد السميده، كنحاول نلبسها كلها، نلبسها بالزيت والخليط ديال الزيت والزبده كما كتشوفوا. يعني هادي وصفات اللي كتخلي الناس في الصالون، وتجي الوقت اللي تعمري فيه اتاي ولا القهوه، توجدي بغرير وتوجدي الحريشات يعني، وتحطي اللي قسم الله بالنسبه للناس اللي يعني تيجيو على غفله وما كيبغيوش يجلسوا. وصفات سهلين كما كتشوفوا،
خصني نخلط خصوصا الخميره المعجون، الخميره ديال الحلوه خصني نخلطها مزيان ان شاء الله. غادي تسمعوا الناس كيهضروا عندي في الصاله، يعني اعتذر ما يمكن ليش نقول لهم يسكتوا، انا تنقضي الغرض في الكوزينه. دابا ملي كتشوفوا لبست السميده ديالي كما كتشوفوا هي ولات لبستها مزيان، كنزيد الحليب وكنحاول ما امكن انني نخلط غير بصباعي، يعني ما نورقش عليها، كنزيد كما كتشوفوا. يعني هذا هو القوام اللي بغيتو، من نصف لتر ديال الحليب شاط ليا واحد الشويه كما كتشوفوا، يعني هذا القوام اللي بغيت نحصل عليه، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش ثقيل، لانني غادي نخليها تشرب واحد الشويه، يعني غادي نخليها تقريبا واحد 10 دقائق باش تشرب هذا الحليب، وان شاء الله من بعد 10 دقائق غادي نرجع معكم باش نطيب بغرير ونطيب معكم الحرشه ان شاء الله. ها هو كما كتشوفوا هي الحرشه ديالي صافي عقده، هذه 5 دقائق باش دات، وهذا البغرير ديالي. هنا عندي السميده باش غادي نخدمها، وعندي الكونفيتور كما قلت لكم، انا اختاريت الكونفيتور ديال الفخيز، عندي هاد جوج قوالب، يعني اللي عنده يخدم بهم، اللي ما عندوش يعني يدير شي حاجه اخرى ولا يديرها غير بيديه، المهم هادو كيساعدوا باش تكون عندها نفس يعني نفس الحجم. غادي نبدا معكم ان شاء الله، غادي نحاول نخدمهم بجوج حيت ما عنديش الوقت كما قلت لكم، الضياف خصني نسر بهم. كتشوفوا البارير ديالي ها هو، غادي ندير واحد الكريب غادي نشوف. بالنسبه للبغرير كاع الناس عارفين كيفاش كيتخدم، انا غادي ندير معكم كندير شويه ديال السميده باش ندير لكم مزيان، كناخذ واحد شويه تشوفوا، كندير فيها واحد المعلقه ديال الكونفيتور في الوسط، تقدروا ديروهم فرديين، تقدروا ديروا يعني حرشه وحده هكا. كنهز شويه ديال السميده دائما، غادي نبدل القالب، هاد القالب جاني صغير وانا كبرت كما كتشوفوا، غادي نديرها في المصلة غادي نهز واحد شويه ديال السميده، كنمرمدها هكا في السميده لانها يعني ما شاداش راسها مزيان، انا ما كنبغيش نقصها باش ما تجينيش قاسحه،
انا بغيت تجيني كندير شويه ديال الكونفيتور كما كتشوفوا، ندير واحد الحفره في الوسط و كنسد هادي بحال شي خبيزه هانتوما، نسد كندير شويه ديال السميده، كندير الحريشه ديالي، كنرش بشويه ديال السميده و كما كتشوفوا كنحطها فوق في المقله تكون فوق العافيه، نسخن المقله وما بغى الرز ديالي كيطيب الحشره ديالي راه كطيب في نفس الوقت، يعني باش ما نضيعش الوقت غادي نستمر هكا، غادي نديرهم صغار باش اللي هز الحريشه ديالو كما كتشوفوا، غادي نديرهم غير صغار حيت كنشوف اللي ما غاديش شي يدني العدد على حسب الناس اللي عندي. تحلات ليا معليش ديرا تحلات عندها يعني كنهزها كما كتشوفوا هاهما فوق العافيه كتشوفوا غادي نطلبهم كندير ثقبة في الوسط كنشوفها، كندير شوية ديال السميدة من الفوق كنرشها بالسميدة وكنضغط عليها هما انا قلبتهم من بعد ما قلبتهم حيت هما كاينه فيهم الخميره كيتنفخوا، غادي نستمر هكا على نفس الطريقه كنكملهم ونرجع معكم ان شاء الله. هنا غادي نوريكم البريره ديالي كيف متقبه، شوفوا يعني 5 دقائق اللي خليته ان شاء الله غادي نوريه لكم من بعد باش نكملوا ان شاء الله. ها هو البريره ديالي كما كتشوفوا، شوفوا كي داير خفيف، شوفوا خفيف ما كيتلصقش ما كيتعجن ما والو، ها نتوما كما كتشوفوا مثقب شفتوا، يعني 5 دقائق وجدت هذه الكميه، يعني كما كتشوفوا الحرشه اللي درتها هي ها هي قطعت وحده باش تشوفوا راه كتكون يعني فيها الكونفيتير الداخل، درت هذا الكاطو هذا كما كتشوفوا شفتوا كيجي واعر من الداخل، انا غادي نخلي لكم الرابط ديالو ودرت هاد لاطاخ شريتها تشوفوا ان شاء الله غادي واحد النهار حيت كنصاوبهم واحد النهار غادي ندير معكم لا غوسيت ديالها، ما بقاش عندي الوقت باش نصاوب حيت زرباني، ان شاء الله غادي ندير معكم هاد لاطاخ هادي بلاصتي ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وكيف العاده ما تنساوش من جيم الكومونتير. السلام عليكم الى وصفه اخرى.